تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث هنأ سموه بمناسبة الفحوصات الطبية الموفقة التي أجراها مؤخرا ومغادرة سموه المستشفى بعد أن من الله عليه بتمام الصحة والعافية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ سمو رئيس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والسعادة. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة على مشاعره الطيبة بسؤاله الدائم عن سموه وحرصه على الاطمئنان على صحة سموه، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة. وتطرق سموهما إلى مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يشهده الترابط الأخوي بين البلدين من قوة ورسوخ في ظل الرعاية التي يحظى بها من قيادتي البلدين.